أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش، أحد أيضا نبلاء علماء النحو، هو الذي يقص القصة، يحكي الحكاية. يقول: أتيت مرة مجلس الكسائي، أبو الحسن أيضا، علي بن حمزة الكسائي أحد القراء السبعة، واحد علماء النحو الكبار، الكسائي من المدرسة الكوفية، طبعا المدرسة الكوفية المقابل مدرسة سيبويه رحمة الله عليهم أجمعين. قال: أتيت مجلس الكسائي ببغداد، فإذا عنده الفراء الأحمر ابن سعدان، مشاهير تلاميذ الكسائي في النحو، وهو لا يعرفني. هو يعرف أنه هذا الكسائي، الكسائي معروف في العالم الإسلامي كله في النحو والقراءة، إمام جليل واللغة، وكان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا أيضا يعمل بعلمه، قارئ أحد القراء السبعة. قال: فسألته في 100 مسألة فأجابني فخطأته في المسائل كلها. تخيل 100 مسألة غلط، يقول غلط مش صح، هذا غلط هذا غلط. قال: فهموا بي التلاميذ، بده يقولوا شو انت قايل، ادب انت، انت مجنون، انت مين انت يعني شايف حالك. قال: فثبطهم قالوا اجلسوا عافاكم الله، ثم قام وقال لي: انت ابو الحسن سعيد بن مسعده؟ قلت نعم. قال: فاعتنقني. شوف شوف شيء عجيب، ايش هالارواح الطيبه، ايش النفوس السليمه، ايش القلوب السليمه، ايش الحب الحقيقي للحق والحقيقه. هو يحب كل من ساعد، كل من ساهم بايه، بالبحث عن الحقيقة وتجليتها من جميع جوانبها، حتى لو خالفهم، حتى لو على حسابي. ولمن أمة محمد تستفيد، العلم يستفيد، الحق يستفيد، النحو يستفيد، التفسير يستفيد، ليش لا؟ قال: وعانقني، وقال: كنت أسمع بك أحب أن تكون مؤدب أولادي وأنت تيجي تعلم لأولادي. قال: فقبلت ولبيته، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. شيء عجيب يا إخواني، شيء عجيب. هذه قضية يا إخواني، هذه قضية. لكن هناك كمان إيه؟ ما هو أعجب، هناك من كان يسعى إلى البحث عن خطئه، مش أنه إذا خطئ يقبل ويرحب ويثني ويدعو، لا، يبحث عمن يصحح له. أنه انتبهوا،